يلا بقى نكمل موضوع بتاع البارح. كنا بنقول ربنا كان بيحبس الشياطين شهر رمضان. طب ليه الشيطان مش بيحبنا وهو عدو لينا؟ ربنا حذرنا منه. انا بقى هقول لكم حاجه، بصوا بقى يا قلتكم، ربنا خلق الملائكه والجن والانس، احنا بقى الانس، وكان الجن والملائكه عايشين في الجنه. ربنا خلق الانسان اللي هو سيدنا ادم اللي هو خلفنا كلنا. ربنا امر الملائكه تسجد لادم، هم سمعوا كلام ربنا، قال لابليس او الشيطان اسجد لادم، قال له لا، قال له انا بامرك، قال له برضو لا، كان علشان ربنا عايز الملائكه والشيطان يرحبوا بادم. ابليس قال لربنا انا احسن منه، اسجد لي ليه؟ علشان انا امرتك بكده. لا مش هسجد له. ربنا غضب عليه وطرده من الجنه وقال له انت خلاص هتدخل النار وخرجت من رحمتي. لحد يوم الايام ابليس اتغاظ، انا كمان هخلي كل بني ادم يخش النار زيي. ربنا قال له اللي هيسمع كلامك هخليه يخش النار زيك، انا هخليهم يعملوا حاجات وحشه. علشان كده يا اصدقائي ربنا حذرنا من الشيطان وقال لنا مش تسمعوش كلامه. لما نفكر في حاجه وحشه عايزين نعملها نعرف ان الشيطان بيوسوس لينا عشان نغلط ونخش النار معاه. علشان كده ربنا حذرنا منه. اهم حاجه الشيطان بيكرهها جمله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اشهد ان لا اله الا الله، دي اصحاب اسمها الشهاده، ودي اول ركن من اركان الاسلام. هتقولوا لي يعني ايه اركان الاسلام؟ ودي بقى هقولها الحلقه اللي جايه، عشان للاسف وقتنا خلص. استنوني وهتوحشوني، متنسوش تسامحوا بعض. باي باي.